في القرن السبعتاش العاصمة كانت من أغنى مدن المنطقة، عايشين فيها ناس جو من كل جوايا، خاصة المهاجري الأندلس والترك، وجابوا معهم اللباس جديد واللي عجب بزاف من الجزائريات. أول حاجة داوهم منهم النساء هو السروال الأندلسي في ذاك الزمن اللي كان مخدوم بالحرير ويلحق للركبة برك، وفوق هاد السروال استحفظوا النساء على الفوطة التقليدية اللي كانت مخيطة بالذهب والحرير، وهاد الفوطة كانوا يحزموا بها غير النساء المتزوجات. الجزائريات داو تاني نوع جديد من اللباس في ذاك الوقت وهو الغليلة. الغليلة فيستا شرقية جت من بلاد الشام ومخدومة بالحرير ولا المخمل ولا البغوكاغ، تحبط حتى الفخد محلولة في الرقبة وتنغلق بقفالي ذهب وفضة. في المناسبة والسبات الكبار الناس كانوا يلبسوا القفطان التركي. القفطان كان مخيط بالبغوكاغ والمخمل وكان غالي في السومة خطر مطروز بالذهب. القفطان طويل ويحبط حتى الرجلين. في القرن 18 زادت تبدلت اللبسة تاع النساء. الغليلة قصرت بزاف واخترعوا منها زوج فيستات جدد. الأولانية هي الفريملة الصغيرة اللي ولات مقصودة بزاف، والفيستا الثانية الغليلة جابادولي واللي هي فيستا كما الغليلة بصح قصير عليها وزادوا لها كمامات طوال. في القرن 19 تخلى الاستعمار الفرنسي وهدم التراث وما بقى لا قفطان ولا غليلة ولا فريملة، بقات غير فيستا واحدة واللي خرجت في ذاك الوقت الكاراكو من طابع عروبي واللي كان قنا مطروز بأناقة. أما السروال من جهته طوال حتى الرجلين وتنفخ بزاف، ونسى حبسوا يلبسوا فوق الفوطة التقليدية. الكاراكو والسروال المدور مازالهم يمثلوا حتى اليوم اللباس التقليدي تاع العاصمة. محلى الميمنة وحطيتنا اللي ما كان بحالهم، إن شاء الله لا تفريطة في اللباس وبدات في العراس والحديد قياس.